اتهامات للرئيس ترامب بالعنصرية بعد سلسلة تغريدات طالت نائبات ديمقراطيات في الكونغرس دعاهن فيها إلى العودة إلى حيث أتينا، ما أثار موجة احتجاج قوية من الديمقراطيين. فرئيسة المجلس نانسي بيلوسي ردت بأن ترامب يريد أمريكا من العنصر الأبيض فقط ويمقت التنوع العرقي. أنا مستاء جدا لأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتصرف بقلة أدب ويظهر عنصرية. وأشار ترامب إلى عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات وصفهن بكره أمريكا ومعاداة إسرائيل، وفهم أنه يشير إلى راشيدة طليب الفلسطينية المولد والإكساندرا أوكاسيو كورتيز التي تنحدر من أصول لاتينية وإلهان عمر، وجميعهن من مواليد الولايات المتحدة باستثناء عمر التي ولدت في الصومال. ترامب استمر بالهجوم ولم يتوقف، طالبا من الديمقراطيين التخلي عن النائبات، وقال بأنهن أتين من بلدان كارثية هي الأسوأ فسادا، وطالبهن بالتوقف عن انتقاد الولايات المتحدة. الديمقراطيون متخوفون من دعم كامل للنائبات الشابات وسياستهن التي قد تمنع فوزهم في الانتخابات الرئاسية، لذلك اكتفوا بإدانة تصريحات ترامب تحت بند العنصرية. نادية البي بي سي العربية، واشنطن.